الحقيقة دلوقتي عندنا موضوع أنا شايفه أنه مهم جدا، وشايفه أنه هو يفرق في نجاح أو فشل أشخاص كتيرة جدا. التشوهات المعرفية أو معرفتي عن نفسي أو معرفتي عن ذاتي، دايما لما حد بيجي يكلمني عن نفسه بشكل سلبي أو أنه هو شايف نفسه أنه هو وحش وما يقدرش وما يعرفش، يقول لك بس أنا مرضوش يقبلوني في الشغلانة دي. أقول له إذا كنت مش مقتنع بنفسك يا أخي، هم يقتنعوا بيك أنت، أنت نفسك مش مقتنع بنفسك، هم يقتنعوا بيك ليه بقى إن شاء الله؟ يعني ما يقتنعش بيه غير ماما، ماما بالنسبة لها أنت كل حاجة، لكن غير كده أنت مش، ما عندكش ثقة في نفسك أو ما عندكش، أو معرفتك عن نفسك وحشة. تمام؟ بيفكرني بفيلم كده كان أستاذ عبد المنعم مدبولي، لما الراجل راح له قال له أنا عندي مشكلة عشان أنا قصير، قال له تمشي تقول لنفسك أنا مش قصير أزعة أنا طويل وعد. يعني تقنع نفسك بحاجة هي مش عندك بس أنت تقنع نفسك بيها، وإن شاء الله هتبقى زي الفل. هل ده ينفع ولا لأ؟ أسئلة كتيرة نسألها، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي منورنا، الأستاذ مينا العقدة، مدير إدارة الموارد البشرية واستشاري التدريب والتوظيف. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ، منورنا. منورنا يا صباح خير. الفل، صباح الجمال. هو إسحاق بدأ شكله بالعلاج قبل بالظبط كده، هو اللي هو العلاج شكله إيه؟ مش طويل وقصير، أنا طويل وعد. لا بس هو حقيقي أنا بشوف ناس مثلا تلاقي ولد كده جسمه قليل، يعني مش بتاع جيم و عضلات وكده، بس هو ماشي في وسط ناس عنده ثقه بنفسه، وكانه لو عمل لحد كده هيوقعه. صحيح. انا مش ببقى عارفه هو جايب الثقه دي منين. صحيح. ابتدي بقى بالعكس، ايه اللي يخلي واحد حتى لو كان بنيانه وشكله وامكانياته عنده حاجات كويسه دايما شايف نفسه قليل ليه؟ بصي، التشوهات المعرفيه هي افكار ثابته في دماغنا سلبيه، ومشكلتها ان هي افكار يعني على طول، يعني مش مثلا مره كده تيجي، مش مره مش مرتين. مش انا مثلا زي ما اسحاق بيقول كنت بعمل انترفيو فترفضت، كنت متقدم لواحده فقالت لي لا انت مش عارف ايه، لا 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 خالص، هو صوره ذهنيه لذاتي ان انا مش هقدر، ان انا مش هعرف، ان انا فبقى كل الافعال بتاعتي وكل الافكار بتاعتي وصورتي نفسها اتضربت بالنار بالنسبه لي. فبالتالي ما بقاش عندي ثقة بالنفس، فبالتالي بدخل في اكتئاب، فبالتالي بقى الدنيا كلها بتبوظ مني. ايه اللي مخلي افكاري عن نفسي برضو مغلوطة؟ هل رجع للتربية والنشأة، ولا ممكن يجي بابا وماما مثلا يقولوا لحضرتك لا ده احنا حاولنا وعملنا من هو صغير كنا بنعمله كذا بس احنا مش عارفين هو طالع ليه كده؟ وبالعكس حك ممكن تلاقي بابا وماما شخصين عكس اللي طالعين الولد، يعني عندهم ثقه بنفسهم، في مكانه كويسه جدا في شغلهم في المجتمع. ايه اللي يخلي واحد صورته الذاتيه عن نفسه كده؟ بصي، هو كذا حاجه، منها غالبا ان في مراجع بتؤيد اللي انا هقوله ده، في مراجع مش كاتباه، جينز، حاجات هي في خلقتي مولود كده، مولود كده. لم تؤكد ولم يعني تستثنى بس موجوده. فدي واحد. اتنين، التربيه، لان التربيه عامل مهم جدا، ان كتر الضغط، يعني زي ما ام تقعد تقول لابنها انت فاشل انت فاشل انت فاشل او انت مش فالح. لو الولد جاب 9 من 10، في امهات بتعمل كده اسقاط على اولادها، جاب 9 من 10 سيب التسعه ودور على الواحد بالظبط، وانت فاشل وانت مش نافع وانت وانت وانت. حد مثلا في شغله اتاخر شويه، يخلص الجامعه وبيدور هو على شغلانه معينه بشكل معين، لا 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 انت هتقعد لي كده في البيت بوزك في بوزي والكلام ده. بس في حاجات زي مثلا الشكل، يمكن ده بيفرق مع الست اكتر، لو هي عندها او هي شايفه ان هي عندها ديفو معين في شكلها، يجوز مثلا يعني اي حاجه مش عايز اقول، يعني ده بيخليها حاسه ان هي دايما اقل من الناس اللي حواليها. برضو الراجل لو هو شايف ان هو حتى شكليا مش عارف ايه، على النقيض تماما بنشوف ناس الشكل اللي ممكن ما يكونش يعني بمستويات الجمال اللي بيعملها العالم موجوده قوي، لكن عنده ثقة في نفسه جدا وناجح جدا. بصي، التشوه المعرفي هي يا كل يعني يا كله يا كله لا. ازاي؟ يعني مثلا انا انا اقرع، فانا مثلا لا خلاص انا كده كل شكلي سيء جدا كله بلا استثناء، مش ديفو واحد، مش مركز على حاجة ديفو. فالتشوه المعرفي هو بيضرب الموضوع من أساسه كله على بعضه. مش الإنسان الطبيعي اللي هو زي وزي حضرتك اللي هو أنا عندي حاجة بس بقية الحاجات كويسة. يعني مفيش حد كامل، يعني شخصيتي كويسة بس عشان تخنت شوية فشوف أن ده أنا وحشة جدا، مش أنا ما ضايع خالص. وأنا الناس كلها مش قبلاني وصحابي كلهم، حد من أصدقائي مثلا كلمته على التليفون فما ردش، لا 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 ده ما بيحبنيش، ده ما بيعرفنيش، ده ما مش عارف إيه. يعني هو أخد الحاجة الصغيرة وعممها على كل شيء. ده التشوه المعرفي، إن هو فكرة
بتؤثر على المشاعر بتاعتي، فبالتالي بترد في الشعور بتاعي، او عفوا في السلوك بتاعي. ده بيخليه يفترض السيء دايما في كل حاجه في التعامل، كله بلا استثناء. وهي المثلث اللي احنا اتكلمنا فيه ده، اذا كان افكار او مشاعر او سلوكيات، الثلاثه بيأفكتوا ايا كان بند داخل من اي ناحيه. يعني احنا في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هي فكره، فخلتني متضايق، فالمضايقه بتاعتي خلتني بقيت ان انا اتعامل مع الناس وحش. بالظبط كده. هي فكرتي عن نفسي، ما دام هي فكره اقدر اغير الفكره ولا لا؟ ما بتتغير مع فكره انا اتربيت بيها من وانا صغير كذا وكذا وكذا وكذا. بقول لحضرتك هي كلها افكار. يعني حضرتك قلت مثلا وصفت، قلت نفسك اصلع. في ناس بتشوف ان الصلع ده نوع من الجماء، يعني في ناس بتشوف ان هو نوع من في واحد يشوف شعر اكرد زي يقول لك ده وحش، ده شعره في حد يشوف ان هو نوع من يعني حتى المواصفات الشكليه بنختلف بنختلف عليها. طيب انا عايز اسال حضرتك، انا اتربيت من وانا صغير ان شكلي فيه مشكله، ان طريقتي فيها مشكله، او انا طالع بعقد كده من وانا صغير، هل اقدر اغير الفكره دي؟ 100%. واحد لازم يبقى عندك وعي، ودي اكتر مشكله. وعي عن ايه؟ وعي بالمشكله. يعني انا في ناس كتيره بتقول لي مينا على فكره انت سوداوي، مينا انت محبكها شويه، مينا انت لا صدقني انت لو رحت عملت المقابله دي مش هتحصل. لو انت سقت، في ناس عندهم تشوه معرفي عن السواقه، انا لو سقت اكيد هخبط الناس، هعمل حادثه. طب انت جربت؟ لا بس انا عارف. يا حبيبي عرفت منين؟ فاول حاجه اعرف ان ده فكره عندك في دماغك انت مش الحقيقه. في فرق ما بين فكره، فرق ما بين حقيقه. دي اول نقطه. اتنين، تشالنج، حاول انت تتحدى الفكره دي. يعني تعمل ايه؟ طب ما تسال، ما تسمع، ما تشوف، ما تجرب، يمكن لما تعمل ده تنجح. طب ولو عملته فشلت؟ على فكره ما على فكره اللي بيخاف يجرب السواقه هو نفس الشخص اللي بيخاف مثلا يجرب انواع اكل جديده. شكرك. يعني حاجات يعني هي هو يعني اي حاجه كل ما هو مستحدث هو صعب بالنسبه له. فلما هتبقى عندك وعي بان انت عندك عائق فكري عن المشكله دي، هتبتدي ان انت لو انت عرفت بعد كده تبتدي انت تتحدى الفكره دي. لا انا هعمل كذا، لا انا هعمل كذا. لو عملتها نجحت مرة، ألف مبروك، خلاص انت بقى عندك awareness بأن الحاجة دي انت مش كامل فيها 100%، بس انت تقدر أحيانا ولا تقدر أحيانا. يعني اعمل اللي تخاف منه. يعني دي نصيحة يعني أكتر دايما يقولوا كده، مثلا بتخاف من الضلمة، طب ما تنام وطفي النور في مرة، يعني هيحصل ايه؟ دايما حط أسوأ الفروض للحاجة اللي انت بتخاف منها. هل ده جزء من العلاج ولا دي غلط؟ فوبيا، يعني أخاف ان هي تبقى حاجة اللي هي عندي، اللي انا أقول دلوقتي اعمل اللي انت تخاف منه فيعني تعمل لي نتيجة عكسية مع حد. بس اعمل اللي انت تقدر تعمله. يعني لو في حاجة انت شايف ان هي فيها 1% تقدر تعملها، او الناس بتقول لك ان انت صدقني تقدر، طب ما تعملها. طب انا اقول لحضرتك حاجة، في ناس بتعتبر في حاجات سوء حظ، يقول لك دايما انا سيء الحظ. صحيح. يعني انا وبالتالي دي سبب بتسبب لي عدم الثقة في نفسي وتشوهات المعرفية عن نفسي اكتر واكتر. يعني انا بحاول بس كل ما اجي اخد خطوة بفشل، بعمل حاجة في الشغل ما طلعتش معايا احسن حاجة، فبدل ما كنت بحاول اتجازيت او اتلمت، حاولت اتغلب على خوفي في السواقة فخبطت في العربية اتخبطت فاتخانقنا، كل حاجة جاية معايا بالعكس، فبالتالي بتأكد عندي. صح. انا ما بعرفش، انا غبي، انا مش عارف ايه كده، اعمل ايه؟ طيب عايز اقول لك اللي حضرتك بتقوليه ده بالظبط هو في علم النفس اسمه النبوة الذاتية التحقق. ايوه. اللي هو انا خايف من السواقه، فانا وانا سايق خفت فخبطت العربيه طبعا. فالناس اتخانقت معايا فانا اتاكدت ان انا ما بعرفش اسوق، فدخل المصريين يقول لك ايه؟ اللي خاف من عفريت يطلع له. وعلى فكره هو ده التعريف الحقيقة. التعريف بتاع النبوه ذاتيه التحقق. طب اكسرها امتى؟ اكسرها بالثوتس، اكسرها بافكاري. اقف وقول لنفسك انت تقدر، ما تخافش، حاول تجرب، جرب في سيف انفايرمنت، جرب في معاك حد بيكون بيسوق مره على مره على مره. عفوا، هتلاقي نفسك ان انت ابتديت يبقى عندك المهاره، وهو ده تشكيل المهاره. يعني احنا حتى عندنا في الاتش ار بنقول حاجه اسمها KSA، او نوليدج سكيلز او اتيتيود، او المعارف ثم المهاره ثم بعد كده الاتيتيود او الابيليتيز. فانت لازم تعرف، اقعد اعرف ان ده دريكسيون، ده فتيس، دي مش عارف ايه، فدي كده معارف. ابتديت بعد شويه تجرب فدخلت في المهاره، بعد حبتين ثلاثه بقيت المهاره دي تحولت لسلوك انت بقيت بتعمله وانت مش واخد بالك. بس لازم تبتدي بمعارف، لازم تبتدي بفكره. طب لو الواحد عنده
صراع داخلي جواه بين، يعني انا بسمع ده مثلا من الناس يقول لك جوايا صوت بيقول لي اعمل ده وهو ده الصح اللي المفروض اتعمل، اوتوماتيك بروح عامل عكسه، وبعد ما بعمل عكسه تبقى النتيجه سلبيه. قالوا طب ما انا كان جوايا صوت بيقول لي اعمل الصح، طب ايه اللي خلاني اعمل كده؟ مش قادر افهم نفسي، خصوصا لو الموضوع ده متكرر. طب انا عايز اكمل على السؤال بتاع هبه عشان اعجبني. مش قادر اخوض، باجي عند ان انا اخوض التجربه وارجع واجيب ورق وابتدي اتبرجل، وممكن اقفل موبايلي، وممكن اصلا مش عايز يعني حتى فكره النصيحه انا مش قابلها ومش مش هسمعها ايا كان مين اللي انك عايز. قلت لنفسك كلام ايجابي زي ما حضرتك بتقول افضل صح. بس ليه بيحصل كده؟ اخوض التجربه اعمل ايه؟ بص اللي حضرتك بتقوله ده هو ده اساس التشوه المعرفي، ان ببساطه شديده حاول تحط في دماغك ان دايما وراء كل سلوك نيه ايجابيه، يعني وراء كل سلوك نية إيجابية. بس بالنسبة لي مش بالنسبة للناس، يعني أنا لما بعمل حاجة، لما أنا قفلت موبايلي وتقوقعت ومش عارف إيه، أنا بعمل شيلد كده حوالين نفسي، بعمل درع كده حوالين، أنا مش عايز كفاية تضررات من المجتمع من أصحابي، مش عايز أحس بفشل. طب ما تشوفها من الناحية التانية، حاول برضو تدخل دماغك فكرة طب أنت لو قعدت طول عمرك كده هل هتفضل في مكانك ولا هتبقى من سيء لأسوأ؟ هو بيبقى متضايق وهو واقف في مكانه على بالزبط. فكرة يعني هو نفس الشخص ده بيبقى متضايق وهو واقف في مكانه. انت حاول بقى تقنع، حاول بالفكرة البسيطة دي تدي لنفسك شعور خاف من الثبات. فانت لما هتخاف من الثبات ده احتمال تتشجع، احتمال ابتدي روح لحد مثلا معالج نفسي، روح لمثلا لكاهن او اب روحي او حد يقول لك كلمتين ثلاثه او يبتدي يحط لك اكشن. ممكن اعملها مع نفسي بطريقه ثانيه يا دكتور، يعني انا مره عملتها بشكل مختلف تماما، يعني اتوقع الأسوأ. اشكرك. ولو حصل ايه مشكله؟ يعني أسوأ أموت يعني أسوأ حاجه ممكن تحصل ايه؟ لو انا خدت التجربه دي أسوأ حاجه ممكن تحصل ايه؟ وأتوقع وأعمل حسابها، حصلت حصلت، ما حصلتش أنا برنس وعديت. 100% صح، يعني يا يمين يا شمال، هي في الآخر يا إما أنت تجرب وهتستفاد، طب ما استفدتش، هتستفاد المرة بعدها. في جملة كده جميلة بنحب نقولها في الحتة دي، ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات متراكمة. صح. فأنت أنت فشلت. كل يعني كل حاجة أنا فاكرها فشل هي خبرة. بالظبط، وأنا جاي النهاردة تهت، طب المرة الجاية تهت، طب المرة اللي بعدها أكيد مش هتوه، طب المرة اللي بعدها خلاص ده أنا عرفت المنطقة كلها وهكذا. بس هي الفكرة إن هي تتحول الخبرة دي مع حبة شعور لخبرة بقى، مش فشل، مش أنا ده أنا ضايع وأنا رايح. أقول لحضرتك على حاجة، كنت لسه يعني متخرج كده من الجامعة وسافرت مع يعني سافرت كده مع مجموعة، سافرت مع حد معين هنقابل المجموعة دي هناك، فكنت خايف أول مرة يعني خايف أتوه. قلت للشخص معايا بص انا خايف اتوه، ولو طلعنا وما لقيناش الراجل بعت لنا العربيه وبتاع، قال لي دي تبقى فرصه جميله. قلت له هي ايه الفرصه الجميله؟ قال لي ان احنا نتوه، قال لي هنلف اكتر في البلد وهنشوف حاجات جديده وفي الاخر خالص اكيد هيجيبونا. ده شخص عنده سيلف كونفيدنت او عنده ثقه بذاته، اتربى على ايه المشكله. صحيح. وهي دي رجوعا بقى لنفس النقطه الاولانيه بتاعت هو ايه الاسباب اصلا. فاحنا تربيتنا احيانا بتبقى خطا، خاف، حاسب، وسع، هتعمل مش عارف ايه، اتنين الجينات، تلاتة وده الأهم الستريس اللي دايما علينا. يعني لو انت شخص على طول في ستريس، على طول في ضغط عليك، ما انت غالبا مش هتاخد الفرصة زي ما حضرتك بتقول انا لسه مخلص كلية، اهلي سامحيني ان انا اقدر اسافر، مفيش مشكلة، الدنيا سيف قوي او الدنيا آمنة جدا، ايه المانع؟ لكن لو العكس بقى، لو انا في بلد فيها حرب وفيها مش ايه، لا انا هبقى خايف طبعا، فمش هقدر اعمل ده. طب احنا نوازنها ازاي بين ان اشجع ولادي، لو احنا عايزين نبتدي بقى المشكله من الاول، تعالى نشجعهم وما افضلش اقول له بقى حاسب ولا احسن، بس في نفس الوقت ما انا لازم برضو في حاجات اوقفه فيها واقول له ستوب هنا، ده هنا ممكن يحصل لك، مش عايزاه يوصل لحد التهور، يعني الثقه بالنفس اللي ممكن تقلب معاه لتهور، ولا الصوره الغلط الذاتيه عن نفسه انه يبقى انسان سلبي. اوازنهم ازاي؟ بصي انا بعاني دلوقتي عشان انا عندي طفل سنه ونص، انا بحاول اعمل الموازنه دي، بس هي فعليا المعادله في ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تخليه يعتمد على نفسه بس ما يضرش نفسه. هي دي الكلمة المفتاحية، يعتمد على نفسه، هيجيب الحاجة، يعمل حاجة، وقع حاجة مش مشكلة، بوظ اوكي، بس ما بيثق في نفسه زيادة احيانا بيبقى متهور يتهور. فخلاص مش قابل حد يقول له طب يجيب لا يجيب شوكة بقى ويحطها في الكهرباء والكلام ده، ما تقلقش انا اعرف اعمل بالظبط، انا قادر. فهو يحاول يعتمد على نفسه بس ما يضرش نفسه،
وعلى فكره هي تفرق من اشخاص لاشخاص، يعني في ناس قلقين قوي، فالاعتماديه اللي هو هيديها لاولاده هتبقى اقل من الاعتماديه اللي انا هديها لابني، وفي حد ممكن يكون اكتر مني لا يقدر يسيب. يعني بنشوف الفيديوهات بتاع الاجانب، لا هو سايبين الولاد في البيت خربين الدنيا، هو عايز يطلع الولد اندبندنت. فالفكره في كمان السن يا دكتور اللي بعد كده اللي هو سن مثلا 12 و13 و14، انت عايز تسيبه يخرج وبراحته ويروح ويجي، عشان انت في الاخر خلاص مش هتربطه جنبك، يعني هو في الاخر هو بني ادم وفي يوم من الايام هيبقى ينطلق يعني، وفي نفس الوقت بتبقى خايف اصل تعديه الشارع، اصل المواصلات، اصل ما معرفش ايه، فالخوف الزياده ده واضح برضو ان هو حاجه مش كويسه يعني. طبعا حاول تحط يعني رولز واحنا نبقى متفقين على الرولز، يعني نتفق على القوانين، احنا لو في تعديه هنستنى الاشاره، ومره واثنين وثلاثه خلاص انت انا واثق فيك يا اسحاق ان انت لما هتعدي كذا 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 هتستنى شهر، اه يا بابا تمام. فانت حط له رولز وصلي بقى، لان يعني حاول انت يعني تبقى فعلا تدي، لان الحته دي خروج من الشرنقه والتحول من الدوده للفراشه هي دي سن المراهقه، لان هو لو ما عملش كده هيفضل عفوا تابع لبابا وماما، فمفيش شخصيه خالص. هو الواحد لما بيكبر للاسف لو كبر وارتبط وبقى عنده حياته وهو تابع سواء راجل او ست، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه في الجواز على فكره، الطلاق والالتصاق. يعني فيما بعد بقى تلاقي الزوج جميل جدا بس بيرجع لبابا دايما، ما هي الطرق الطرق والالتصاق. فده كورس كده بنديه في اعداد المتزوجين اللي هو وقت ما بيبقوا ده، هو يا اما بيفضل راجع لبابا في كل حاجه رغم انه المفروض انفصل خلاص واستقل بحياته، او بيبقى عايز اللي اتجوزها هي اللي يعني خلاص برمي عندها الحاجات اللي انا قلقان منها، حتى لو ما كنتش صريح في المسمى اللي انا بقوله ان انا مش برمي عليها، لا ده انا بثق فيكي ففكري واعملي. ده هو فعليا في احنا بنشوف مشاكل بيرجع للبيت بتاعه وهي كمان بترجع للبيت بتاعها في كل حاجه، هم ما عرفوش يتركوا البيت، فبالتالي ما عرفوش يلتصقوا بشريك الحياه، فيعملوا حياه ليها خصوصيه. مفيش بقى كده، مفيش حياه ولا خصوصيه ولا في تليفون حاجة. لحضرتك نشوفه. مدام منى صباح الفل. يا مدام منى ممكن استاذنك وطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون بس. اتفضلي. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا هسال السؤال اللي بتتكلموا فيه. انا جوزي طيب جدا وحد كويس، بس مشكلته اللي انتوا بتقولوه، هو معتمد عليا في كل حاجه، بيخاف يبدل اي تعاملات حكوميه اي حاجه، ودي مضايقاني جدا. واتكلمت معاه كتير بس مش عارفه ازاي اساعده. يعني ايه الشدود هي في الكلام عشان ما اجرحوش برضه؟ ايوه ازاي انا اقدر اساعده عشان يعني يتخلص من المواضيع دي؟ بس يعني انت يا منى لاحظتي عليه ده مثلا من بدايه جوازكم، من ايام ما كنتوا مخطوبين مثلا لاحظتي الحاجه دي؟ هم متجوزين بقى لهم قد ايه؟ انا مش عارفه. لا مش متجوزين، دي من 25 سنه. لا ده عمر بقى ده. ما لاحظتش في الاول طبعا بعد يا مدام منى متاخر بقى لك 25 سنه. يعني هو سايب لك الحته دي؟ هو كان مسافر الفتره الاولانيه وبعد كده رجع، ففي التعاملات بقى شعرت بيها، والولاد برضه بيتضايقوا ومش عايزه الولاد ياخدوا فكره ان بابا سلبي وكده، ف يعني حتى الولاد متضايقين عايزينه يبدل كده ويعمل، بس هو متراجع، فدي مضايقاني قوي يعني. طيب عينينا مدام، ايه شديدي في التعامل معاه؟ عينينا مدام، شكرا ليكي يا مدام. اكتشاف بس جه متاخر يعني. ايوه متاخر قوي. هو يمكن عشان كان مسافر فهي كانت اوريدي بتعمل كل الواجبات، بس هي بتقول عليه طيب متواضع، يعني هي بتقول حبه صفات حلوه، بس الصفه دي اللي هي مضايقاها او الجزء ده هي قلقانه او مضايقاها حتى في التعامل مع الولاد، شايفين بابا ان هو ممكن يبقى ضعيف، يبقى سلبي، ما ياخدش قرار، ممكن يطلعوا زي. بصي وجهه نظري البسيطه ان سمول تاسكس، ندي له حبه يعني مدام منى تدي له مهام بسيطه يعرف يعملها، نحاول نرجع الثقه بالذات فيه، نحاول ان احنا لما يعملها نعمل ايه؟ نسقف له بالظبط، نقول له كلام كويس. نقول له كلام كويس بالظبط، نعمل الكلام ده بالذات حاجات ليها علاقه بالاولاد، فهم لولا بابا عمل الحاجه دي ولا كانت ابدا ممكن يرجع يسال بابا احنا نطلع الرحله ولا كذا. طب لو هو قال للولاد اسال ماما، ما ممكن هي دي النقطه اللي تعباها، يعني هي بتحاول فتدي له بقى تاسك صغير يعمله. واضح ان طالما احنا بقالنا 25 سنه فاحنا معنى كده ان الولاد اوريدي بيرجعوا لماما، فاحنا هنتفق مع بابا ان انا
هرجع لك الحاجة فأنت وافق، هدي لك الحاجة فأنت تعمل، هعمل مش عارف إيه حتى ولو هغششه في الأول، بس أنا كده بساعده. واضح إن الولاد أكيد هيبقوا الولاد كبار يعني، أكيد طبعا أكيد طبعا. بس هم عاوزين بابا يعمل معهم كده يعني، واضح من كلامها هم متضايقين ومحتاجين بابا يقول طبعا. ياخد قرار بالظبط، فهي سمول تاسكس كده. طب برضو يعني عايز أسأل حضرتك في فكرة اتخاذ القرار، بتقف قدامنا الحاجات دي عقبة كبيرة جدا، خاصة القرارات المصرية زي سفر، زي جواز، زي مشروع، زي ازاي لو الزوجة جوزها كده او هو مراته كده، ازاي نقدر نعدي بعض الحتة دي؟ لان يعني في حاجات لما ما بتعديش فعلا الحياة مش بتقف، لكن بتفضل على الاقل زي ما هي سلبية وقليلة وكده. بص يعني هرجع تاني نفس الكومنت اللي حضرتك كنت قلته في حتة اخرها ايه؟ فأنا لازم أخد قرار. الفكرة في عدم اتخاذ قرار ده بيديني أنا إحساس بالراحة. طب أنت إحساس الراحة بتاعك ده اليوم، التلاتة، الأسبوع، الشهر، بعدي إيه اللي هيحصل؟ يعني تخيلوا كده في وقت أنا لا أنا خلاص قاعد في الشقة دي وأنا كويس، أيوة البيت هي قايل للسقوط فأنت لازم تطلع، لا 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 هي everything is okay يعني كل حاجة هتبقى كويسة. هتطلع في حتة معينة في وقت من الأوقات، يا إما بعد ألف شهر البيت كله هيتهد وانت اللي غصب عنك اللي انت اللي قعدت وانت اللي اخترت، يا إما في وقت من الوقت خلاص هتحس بالريسك أو بالخطر يعني زيادة قوي فانت غصب عنك هتتحرك. النقطة التانية دي أو الأخيرة غالبا هي دي اللي بتحصل مع الأشخاص، اللي هو لما بتحصل المشكلة واتحاصر واضطر باخد قرار حتى لو طلع غلط، بس انا في اللحظه دي بقيت خلاص مضطر، كل حاجه حصرتني طب ما كان من الاول يمكن ناخد بقى ده الموقف ده اللي هو كمل ونحطه في ذاكرتنا، ان احنا لما نتحط في اتخاذ قرار ممكن نبقى اسرع شويه، ما نستناش السنه ولا السنتين في ان احنا نتخذ قرار. لما تحصل كارثه ولا حاجة. واحد شايف مثلا ان الشركه بتاعته خلاص الدنيا مش كويسه وهو الى اخره، حاول ان انت تدور على شركه بتصفي تمام، هي فيها 300 عامل فمشوا 100 وبعد كده هيمشوا 50 في 50 في 50 في 50 في 50 بالظبط، وهو يستنى لغايه ما دول يجي بالظبط ما دورتش على حاجه اللي هي ابن الحلال. ما كنتش متخيل ان هم هيسيبوني. طب يعني هو ده هو عارف لا الشركه اعلنت ان هي خلال مثلا السنتين اللي جايين، خصوصا الشركات الكبيره الانترناشونال بتعمل كده، تقول لك انا خلال السنتين اللي جايين انا بصفي. لا ان شاء الله اوضاعهم هتبقى كويسه، ويقول لك لا لا انتوا هتبقوا كويسين، انتوا هتعرفوا اكتر مني. ايوه صح صح. فهي فكره ان لازم تبني خبراتك القديمه على اتخاذ قراراتك الجديده عشان تعرف تطلع من ده. تمام، نورتنا وسعدنا جدا بوجود حضرتك معنا، بنسعد بيك دايما. استاذ مينا العوده، مدير اداره الموارد البشريه واستشاري التدريب والتوظيف، وصباح الفل. صباح الفل، نورتنا. صباح الفل. الفقره اللي جايه تخص كتير جدا اللي عندهم اطفال صغيرين عمر السنه ونص والسنتين والاكثر شويه، وعندهم تاخر في الكلام، ازاي تساعدهم ان هم مش بس يتكلموا يبقوا بلسانين زي ما احنا بنقول، بعد الفاصل. Thank you.